العسر الذي يزين شعاره يحلق فريق الأهلي المصري في سماء القارة الإفريقية بعيداً عن منافسيه بمسافات، فبانتزاعه اللقب 11 لبطولة دور أبطال إفريقيا وسع المارد الأحمر الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وهما غريمه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي، حيث بحوزة كل منهما 5 ألقاب للبطولة القارية الأهم. ثم يأتي الترجي التونسي بأربعة ألقاب. خاض الأهلي النهائي السادس خلال المواسم السبعة الأخيرة بدور الأبطال، واقتنص اللقب من ملعب الوداد المغربي، محققا اللقب الثالث له في النسخ الأربع الأخيرة، ليؤكد ريادته الإفريقية ويعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة، ويرفع رصيده من البطولات الدولية إلى 25، في المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني بقائمة الأكثر تتويجاً. وبقراءة في إحصاءات البطولة الأخيرة، يأتي الأهلي كأكثر الفرق حفاظاً على نظافة شباكه برصيد 9 مباريات، ويعد رامي ربيعة مدافع الفريق أكثر لاعبي الجيل الحالي فوزاً بدور الأبطال، حيث رفع كأسها للمرة الخامسة. يليه عدد كبير من رفاقه في الفريق برصيد 3 ألقاب، ومن بينهم قائد الفريق الحارس محمد الشناوي. وعرفت الأميرة السمراء طريقها لخزائن النادي الأهلي لأول مرة عام 1982 بعد التغلب على أشانتي كوتوكو الغاني في نهائي البطولة، وكان لاعب الفريق مصطفى يونس أول قائد للكتيبة الحمراء يرفع كأسها. وللمفارقة، توج نادي القرن بلقب دور الأبطال خارج أرضه أكثر مما توج به على أرضه، فرفع الكأس 6 مرات خارج الديار، كان أولها في غانا عام 1982 وآخرها في كازابلانكا، بينما كان التتويج على أرض مصر 5 مرات، تضاف إلى 8 بطولات للسوبر الإفريقي وأربع بطولات كأس الأندية أبطال الكؤوس، بالإضافة للقب وحيد للكونفدرالية الإفريقية وكذلك بطولة الأفرو آسيوية. وبتتويجه باللقب حجز الأهلي المصري مكانه للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية، التي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية أواخر العام الحالي، ليصبح ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في المونديال بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندية.